ومن الحديث عن الاستثمار والاقتصاد الحديث أيضا عن الحركة المرورية والتي هي أيضا بدورها تساهم في سلاسة انتقال الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد والقطاعات كافة، مما يخدم القطاع الاستثماري والاقتصادي وحتى السياحي كذلك. كل التفاصيل المرتبطة بالقطاع المروري سوف تكون حاضرة مع ضيفنا العميد المهندس محمد بن عوض الرواس، مدير عام المرور بشرطة عمان السلطانية. المسا عليك بالخير العميد. الله بالسرور والنور. يا أهلا وسهلا بك. يعني شرطة عمان السلطانية دائما سباقة فيما يتعلق بالتحول الإلكتروني وتسهيل الخدمات المرورية وأيضا جهودها للحد من الحوادث وغيرها. دعنا نتحدث بداية عن الوضع المروري في سلطنة عمان وأبرز المؤشرات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي أقدر أقول أنه هناك جهود انبذلت ونتائج تحققت بفضل من الله وبتعاون الجميع. يعني عندما نتحدث عن الحوادث المرورية خلال 10 سنوات، ونحن نتكلم عن عام 2012 عندما كانت الوفيات في السلطنة في حدود 1139 حالة وفاة، وكانت المركبات يعني أقل من 1,000,000. الحين في عام 2000 مخيفة في ذلك الوقت. الحين احنا في عام 2022 او نتكلم عن احصائيات 2021 المركبات تجاوزت 1,500,000، والحوادث والوفيات قلت يعني بمستويات عالية. زادت المركبات وفي المقابل قلت الحوادث. يعني معادلة عكسية عادة. جميل. عادة يصاحب ارتفاع عدد المركبات يصاحب أيضا ارتفاع في عدد الحوادث، ولكن والحمد لله من خلال هذه الجهود انخفضت عدد الحوادث بمعدل 81% عما كانت عليه في عام 2012، والإصابات 64%، وأيضا الوفيات 62%. في نفس الفترة أيضا ارتفع عدد الحاصلين على رخص السياقة بمعدل 71%، وأيضا ارتفعت عدد المركبات بمعدل 57% أيضا. ولكن الوفيات والحوادث شهدت أعدادها انخفاض مستمر. ممتاز. من عام 2012 والحمد لله. الأزمة التي مررنا بها ومر بها العالم، أزمة كورونا، كانت اختبار حقيقي للمؤسسات الصحية ومدى قدرتها على الانتقال للتحول الإلكتروني، للمؤسسات التعليمية ومدى قدرتها على التحول نحو التعليم المدمج. أيضا المؤسسات المرتبطة بالعمل الشرطي يعني وقعت تحت وطأة هذا الاختبار، ولكن ولله الحمد بشهادة من المجتمع كانت هناك جاهزية نوعا ما من قبل المديرية العامة وأيضا شرطة عمان السلطانية. نتحدث عن هذه التجربة وكيف خاضتها شرطة عمان السلطانية. لله الحمد فيما يتعلق بالتحول الرقمي، شرطة عمان السلطانية وباهتمام من مع الفريق شخصيا قطعنا شوط متقدم في الخدمات الإلكترونية، وأيضا هذا ساعد في فترة الجائحة، حيث استطعنا يعني فيما يتعلق بخدمات تسجيل المركبات وتجديدها تكون عن طريق الخدمات الإلكترونية. والإحصائيات تقول أنه في عام 2021 تقريبا 81% جددت من خلال التطبيق الإلكتروني. يعني عموما فيما يتعلق بالتحول الرقمي وأيضا الخدمات الإلكترونية، نحن ندرك يعني أنه هناك في رؤية 2040 أن الحكومة تتطلع أن تكون عمان في 2030 من أفضل 20 دولة، وأيضا خلال فترة 2040 أن تكون من أفضل 10 دول. ومن هذا المنطلق شرطة عمان السلطانية ومساهمة مع الحكومة يعني بذلت جهود كبيرة في التحول الرقمي. فعندما نتكلم يعني عن الشرطة بصفة عامة، كثير من الخدمات اللي يعني موجودة حاليا يعني
تم إعدادها والتحضير لها بجهود ذاتية أكثر يعني من قبل الإدارة العامة لتقنية المعلومات. وأيضا فيما يتعلق بالخدمات المرور يعني عندما نتكلم عن رخص المركبات الحمد لله أصبحنا الحين تقريبا في إدارة الرخص ما نتعامل مع الأوراق يعني العمل يبدأ بطريقة إلكترونية عندي أي شخص يريد يحصل على رخص السياقة يبدي بالحصول على استمارة أو ترخيص التعلم فإمكانه يدخل التطبيق ومن خلال التطبيق فقط بإدخال بطاقته الشخصية نحن نستدعي بيانات صاحب الطلب من نظام الأحوال المدنية إذن في تكاملية مع المؤسسات نحن نشتغل تقريبا من خلال 12 نظام بطريقة مباشرة وغير مباشرة بحيث أنه خدماتنا تقدم بدون معاملات ورقية فالحين الرخصة أصبحت تصدر إلكترونيا إجراءات اختبار السياقة إلكترونية وأيضا إضاعة الملكيات ملكيات المركبات الآن في كل المراكز تقريبا عندما نتكلم عن التسوق. قضية التسجيل المركبات وإجراءات التسجيل الحين الحمد لله يعني مثل ما تكلمت عن التجديد أصبح يعني ما يقارب 60 إلى 70% من المركبات تجدد إلكترونيا فيما يتعلق بنقل الملكية يعني إحنا قدمنا هذا العام يعني خدمة نقل الملكية إلكترونيا وأصبح يعني الشخص يقدر يبيع سيارته وهو متواجد في محافظة ظفار والمشتري ممكن يكون في مسندب في السابق كان يتطلب الأمر حضور البائع والمشتري للإدارة العامة للمرور الآن لا يتطلب الأمر ذلك ممتاز. نعم العمل أيضا قائم كما تعرف أنه نحن لنا شركاء أيضا يبقي أنه نحن بنعمل على تنسيق مع قطاع التمويل بحيث أيضا نتمكن من نقل السيارات اللي هي عليها رهن إلكترونيا والعمل جاري على أساس أنه يكون هناك أيضا تسجيل المركبات في الوكالات السيارات كمرحلة أولى وأيضا يكون البيع والشراء من خلال للشركات والمؤسسات أيضا عبر التطبيق نعتقد ونؤمن أن لدى شرطة عمان السلطانية العديد من الخدمات لكن يبقى أيضا مدى معرفة المجتمع بهذه الخدمات فكيف تعملون على التسويق أيضا لهذه الخدمات الإلكترونية جزء من هذا التسويق والتواجدي معكم يعني بارك الله نحن نحاول ونطالب يعني المستفيدين من خدمات شرطة عمان السلطانية يعني يستخدموا التطبيقات على سبيل المثال يعني الشخص اللي يقوم بفحص مركبته ما في داعي يروح إلى القاعة ليخلص التسجيل بإمكانه استخدام التطبيق ويجدد سيارته قضية رخصة المركبة البلاستيكية أصبحت غير مطلوبة نحن بالنسبة لنا البطاقة أو الترخيص المركبة إلكترونيا اللي نعتد فيه ومع هذه تقريبا نحن عندنا تقريبا مواقع تقديم الخدمة ما يقارب 55 موقع على مستوى السلطنة وعندنا تقريبا 170 موقع لإصدار رخص المركبات بإمكانك تصدر يعني تجدد إلكترونيا وإذا حاب تحصل على الرخصة البلاستيكية بإمكانك إصدارها من أي مكان يعني من الأسواق حتى يعني في المناطق الحدودية وهكذا بالنسبة للرخص أيضا نحاول بقدر الإمكان إنه يعني الاعتماد بالدرجة الأولى على الخدمات الإلكترونية ونقدمها بصورة جداً ممتاز. سهلة وميسرة للجميع خلال أزمة كورونا كان هناك نشاط كبير وحماس للتوجه نحو الخدمات الإلكترونية الآن بعد انتهاء وانحسار الجائحة نجد هدوء من بعض المؤسسات أنتم كيف تحرصون على استدامة هذه الطاقة وهذا الجهد نحو التوجه للاستخدام التقنية وإدخالها في كافة مساراتكم هو الواقع تجربة مرحلة الجائحة كان تجربة مشجعة للتحول الإلكتروني ونجاحه وبالتالي من خلال هذا النجاح وهذه المميزات أصبحنا يعني مصرين أكثر على التحول الإلكتروني وأن يكون العمل بقدر الإمكان إلكترونيا وبالتالي الخدمات مستمرة يعني عندما أتكلم عنها يعني يحتاج وقت كثير ولكن بعض الأمثلة حتى يعني الحين نحن عندنا
إصدار المرافقات، يعني إذا كانت في حمولة زايد أيضا بيتم إلكترونيا، يتم إلكترونيا أيضا عندنا نحن إدارة الهندسة. خططكم القادمة يعني؟ لا هذا هذا خلاص هذا يعني قائمة ومتقدم الخدمة. ممتاز. أيضا الهندسة أيضا تقدم خدماتها من خلال الخدمات الإلكترونية. فبالتالي نحن مستمرين، يعني الهدف أنه إذا استطعنا هذه السنة وبداية العام القادم أنه الإدارة العامة للمرور تكون خدماتها كلها إلكترونية بدون أوراق. ننتقل لمحور آخر وهو أهمية الحوار ومشاركة المجتمع في تطوير أيضا وتحسين العمل الشرطي. يعني وجدنا في فترة سابقة استجابة من قبلكم لأصحاب المركبات، مركبات المغامرات وغيرها، أيضا دعمكم لنادي عمان للسيارات، ويعني ما يسعى ويطمح إليه الشباب، هذا الحراك فيما يتعلق بالاستماع لطموحات ورغبات الشباب. نحن بطبيعة عملنا وأيضا من خلال التوجيهات القيادة الموقرة عادة يعني نتابع كل المستجدات على المستوى الدولي وعلى المحلي، وأيضا نستمع لما يدور في 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 الدولة هنا، وأيضا نتحسس تطلعات الشباب، وبالتالي يعني دائما قادرين على التغيير في إطار يعني الضوابط التي لا تتجاوز الأسس الأساسية للسلامة المرورية، وتحافظ على سلامة سائقين. أيوة يعني في 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 الحدود اللي يسمح بها يعني المجال دون التعدي على متطلبات السلامة المرورية الأساسية. فيما يتعلق بالشباب، يعني شرطة عمان السلطانية يعني وفرت أدوات عديدة من ضمنها الجمعية العمانية للسيارات، طبعا انت تعرف ان هي الأرض أرض الشرطة، هي تقع في داخل مركز الشرطة تقريبا، هي أرض مخصصة للشرطة، والشرطة أيضا ارتأت انه هناك حاجة للشباب لممارسة بعض هوايات المحركات، وبالتالي وفرت لهم هذا المكان وأصبح يعني مجال متنفس للشباب يمارسوا هذه الهواية. جدا مهم العميد، يعني بدل التصادم مع المجتمع وشباب المجتمع، أنتم قمتم باحتواء أفراد المجتمع من خلال هذه الجمعية. الغاية الرئيسية نحن سلامة الجميع. ممتاز ممتاز. فبالتالي إذا توفر خدمة لشريحة معينة تتطلبها دون الضرر بالسلامة العامة، هو مطلب وغاية نسعى لها. يعني كان الشباب يعني تطلعاتهم انه نسمح لهم ببعض الزوايد، نسمح لهم بالترفيع، وايضا نسمح لهم بالاطارات، وهذا الموضوع تقريبا خذ فتره طويله، لانه نحن عندنا شركاء اخرين يعني مصنعي السيارات، وايضا الجهات المعنيه بالتامين والجهات الاخرى. صحيح. وتعرف عاده مصنعي السيارات ما يحبوا انه يكون في تعديل على السياره حسب ما صنعت الا بضوابط معينه، والحمد لله يعني خلال هذا المشوار توصلنا، وايضا بمشاركه الشباب نفسهم الى ضوابط معينه سمحنا فيها بالترفيع في حدود 6 سنتيمتر. ممتاز. وايضا الاطارات الى 35، وايضا حتى يعني تنزيل المركبه الى 2 سنتيمتر، واللي هي اساسا في الإطارات في الإطار المسموح فيه ومقبول، بحيث أنه ما يكون على سلامتهم. حتى نحن بالنسبة للسيارات اللي فيها زوايد أو فيها مواصفات يعني ما تكون آمنة استخدامها في الطريق، فبإمكاننا نسجل هذه السيارة ونعطاها لوحة محدودة الاستخدام تستخدم في الغرض المخصص لها. طيب سيدي العميد، يعني معروف عنكم مستوى عالي من الشفافية والصراحة، فإلى أي مستوى أنتم الآن راضون عن ما تقدمه شرطة عمان السلطانية من خدمات في كافة القطاعات والمجالات؟ الرضا راضين بحكم ما لمسناه من إنجازات، الطموح أكثر. ممتاز. فبالتالي عندما نتكلم عن الرضا، الرضا عبارة عن أشياء ملموسة، نحن نلمس هذه الأشياء في من خلال النتائج اللي تحققت، من خلال ما يدور في وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال أيضا تقارير الاستطلاع، ويعني حضرت شرطة عمان السلطانية في أحد الاستطلاعات بالرضا ما يقارب 97%، وأيضا من خلال التقارير الدولية، حتى من خلال التقارير التنافسية العالمية، يعني الشرطة والحكومة
يعني حصلت على عدد كبير من الجوائز، من ضمنها انه يعني تقريبا شرطة عمان السلطانية خضت المستوى الاول في موثوقة خدمات الشرطة على مستوى الوطن العربي وعالميا الخامس. فهذه الاشياء يعني نستشعر فيها، لكنه ايضا تعطينا دافع لمزيد من العمل مسؤولية ومسؤولية اكثر، لانه نحن نتمنى انه ما تكون يعني نقول صفر وفيات في طرق السلطنة بإذن الله. بإذن الله الحوادث الحوادث تقع هذه، لكن الهدف الرئيسي انه ما نريد وفيات. بكل تأكيد كانت لكم حملة جدا يعني كان لها أثر في المجتمع، والتي هي كلنا شرطة. الآن من هذا المنطلق أننا كلنا كأفراد وكمؤسسة شرطية كلنا مسؤولون في هذا الجانب، ما هي الرسالة التي نوجهها لهؤلاء الذين ينضمون تحت هذا المصطلح كلنا شرطة؟ كلنا شرطة طبعا بطبيعة الحال، يعني شرطة عمان السلطانية وبتوجيهات من معاليه، أنه قدرنا والحمد لله أن نشرك المجتمع في قضية السلامة المرورية على مستوى الولايات. الحين عندنا في كل ولاية لجنة للسلامة المرورية، وأيضا قدرنا أن نشرك المؤسسات الحكومية وأيضا الجمعيات والأهلية والأفراد في المساهمة في الحد من الحوادث المرورية. ونعتقد ونؤمن بأنه المجتمع له الدور الكبير في يعني مساعدتنا وتحقيق نسبة أقل من الحوادث على طرقنا، فبدون المجتمع بتكون قضية عملية صعبة شوي، بتكون شوية صعبة. لكن دائما نقول لهم شكرا، وشكرا على كل الجهود اللي من تقيد بالأنظمة والقوانين ومن ساهم في التوعية أو إنصاح الآخرين أو نصحهم فيما يتعلق به بتحقيق السلامة المرورية بإذن الله. وجهودكم مشكورة ومقدرة. احنا نتمنى نجلس في يوم من الأيام هذه الجلسة ونحتفي بعام يسجل صفر حوادث أو صفر وفيات. هو يعني دائما يقولوا الناس طموح، وكثير من الدول يعني في آخر مؤتمر كنا في ستوكهولم كانوا طارحين قضية زيرو ديث. ممتاز. فقد يقول الناس يعني هذا حلم صعب، ما وصلنا للصفر، لكنه في النهاية أنت تسعى إلى تقرب، لأن كل حياة إنسان غالية بكل تأكيد. وبالتالي يعني الكل يسعى على التقليل من الوفيات، لأنه من ضاق مر وفاة شخص أو عزيز بحادث مروري يعني يعرف هذه المرارة، ويحاول بقدر الإمكان يعني أن يساهم في الحد من الحوادث المرورية. نسأل الله لا يرينا فقدا في عزيز. كل الشكر لك العميد مهندس محمد بن عوض رواس، مدير عام المرور بشرطة عمان السلطانية. كل الشكر. شكرا لك. ونتمنى السلامة للجميع إن شاء الله بإذن الله. إذن نتمنى لكم السلامة مشاهدينا متابعينا في هذه الحلقة. نحن في ثاني المحطات، وفي القادم وقفة أخيرة ومسك الختام بكل تأكيد. بعد قليل فتفضلوا بالمتابعة.